تتباين الآراء حول الموز الناضج الأصفر اللون وغير الناضج أخضر اللون، فأيهما أكثر صحة للإنسان؟ أولا، الموز الأخضر غير الناضج يتميز باحتوائه على نسبة عالية جدا من النشا المقاوم، وهو النشا صعب الهضم والتفكيك إلى مكوناته السكرية، لهذا يعتبر هذا النوع هو الأفضل لمن يبحثون على نسبة عالية من السكر، كما أن المصابين بمرض السكر من النوع الثاني يمكنهم تناول الموز غير الناضج كبديل للموز العادي. وإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز الأخضر على بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تحافظ على سلامة القولون. أما عيوب الموز الأخضر غير الناضج فإنه يحتوي على كمية أقل من المواد المضادة للأكسدة مقارنة بالموز الناضج، وذلك لأن هذه المواد تزيد نسبتها في الموز كلما زاد نضجه، كما أن الموز الأخضر قد يتسبب في الانتفاخات والغازات نتيجة احتوائه على كمية كبيرة من النشا. أما الموز الناضج أو الأصفر فيتميز بسهولة هضمه، وذلك لتحول النشا المقاوم إلى سكر. كما يحتوي الموز الأصفر على كمية أكبر من المواد المضادة للأكسدة. وهناك حقيقة مدهشة حول الموز بشكل عام، هي أنه كلما زاد نضوجا ازدادت كمية مادة معينة بداخله. هذه المادة مسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية، ما يجعل الموز عاملا مساعدا للوقاية من السرطانات. وكلما زادت البقع البنية كلما زاد تركيز هذه المادة في الموز وتضاعفت قدرتها على مقاومة الخلايا السرطانية. وسريعا، ما هي عيوب الموز؟ عيوب الموز الأصفر تتمثل في فقدانه لبعض المواد الغذائية الدقيقة مع زيادة نضجه. ومن أجل فقدان الموز الفيتامينات والمعادن الموجودة بداخله مع زيادة نضوجه، ينصح بتخزينه في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، أن الموز يحتوي على تركيز عالي من السكر، مما يجعله غير مناسب للمصابين بمرض السكر. ولمن يسعون إلى تخفيف أوزانهم، عليهم الابتعاد عن تناول السكريات. ما هي محاذير تناول الموز؟ على الرغم من فوائد الموز الكثيرة جدا، إلا أنه له بعض الأضرار على الجسم. أولا، لا نكثر من تناوله بشكل غير طبيعي، لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض السكر لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات. ويؤدي الموز إلى تلف الأعصاب إذا زاد تناوله بكمية أكبر عن المعدل الطبيعي، وذلك لاحتوائها على فيتامين B6 الذي يسبب هذه الحالة. ويحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف، لذلك فالإكثار منه يؤدي إلى انتفاخ البطن وتهيج القولون واضطرابات في الجهاز الهضمي. علينا أن نتناول الموز بكمية مناسبة ومعتدلة حتى نأخذ منه ما يفيد ونبتعد عن تلك الأضرار. إلى الملتقى في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.